أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة الحديث وما فقهه عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وما حكم من يأخذ الجنسية الأجنبية؟ نعم، الحديث صحيح، وهو في حق من يقيم بين المشركين وهو لا يقدر على إظهار دينه، يقيم وهو لا يقدر على إظهار دينه، بل لا يتمكن من إقامة دينه، فهذا لا يجوز له أن يقيم بين المشركين، لا يجوز له إلا إذا كان يقدر على إظهار دينه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه إذا أقام بينهم وهو لا يتمكن من إظهار دينه. وأما أخذ الجنسية، جنسية الكفار، هذه لا تجوز، وقد صدر فيها قرارات من المجامع الفقهية مثل مجمع الفقهي في مكة تابع للرابطة، صدر قرار بمنع أخذ الجنسية، جنسية الكفار، لأن المسلم إذا أخذ جنسيتهم سرى عليه حكمهم ونظامهم وخضع لهم، لا يجوز هذا. لكن يجوز له يقيم بدون أخذ جنسية إقامة إذا اضطر إلى ذلك وكان يقدر على إظهار دينه. نعم.